خلونا نجدد الترحيب بدكتور احمد منصور امين عام البريد المصري. وكنا بنتكلم على مساله التعديلات السلوكيه اللي حصلت عندي انا كمواطن داخل يطلب الخدمه، وايضا عند اخويا الموظف اللي جوه، اللي احنا الاثنين اتغيرنا او احنا الاثنين بنتغير بشكل ايجابي. هي الفكره زي ما حضرتك كده كنا بنتكلم فيها، تطوير منظومك متكامله. انت بتطور في منظومه متكامله، فانت من ناحيه انت زي ما قلنا بنعدل في البنيه التحتيه، وكلمنا على ازاي ان انت بتطور برامج، وازاي ان انت بتطور اداء، وبتطور بنيه، وتطور موظفين او تطور موظفين. لكن كمان بدانا بقى ندور هو احنا ممكن نقدم الخدمه بوسائل مختلفه تانية ازاي، وقنوات مختلفه ازاي، بحيث ان انت تقلل الضغط اللي موجود على المكاتب. لان ده واحده من الحاجات اللي بتسبب مشاكل في اي حته، ان انت بتروح انت انطباعك اللي ممكن يكون متاخد زمان على البريد ان انت الزحمه يا عم، الطابور اللي واقف بتاع المعاشات اللي طب ازاي نغير السلوك ده؟ ازاي نغير الفكر ده؟ هو ده اللي كان مطلوب. فبقى مثلا نشوف النهارده ان انت مثلا محتاج يبقى عندك ماكينات صراف آلي او الاي تي ام زي ما بنسميها. طيب احنا النهارده وصلنا الى 1700 مكنه او قرابه ال 2000 مكنه حاليا موجودين في انحاء الجمهوريه. وبنطور كمان او عندنا فكر تطويري كمان ان احنا خلال 2022 نوصل لعدد 4000 مكان. جميل. الرقم ده مقارنه باللي موجود في السوق المصري كله هم حوالي 18000 مكنه، فانت ده رقم لوحده لما يبقى لمنشاه واحده ده كبير مش صغير. صحيح. فده جنب او حاجه. طيب في الناحيه الثانيه هو انا ازاي بقى ابدا اخلي المواطن، هنا بقى فكرة الشمول المالي اللي احنا بنتكلم فيه. وخلي بالك ان البريد بيتعامل مع فئات مختلفة من المجتمع، يعني لو بنقسم شرايح المجتمع كلاس A كلاس B كلاس C كلاس D، فاحنا بنتعامل مع B و C و D، وعندنا كمان A، فانت بتتعامل مع تقريبا كل شرايح المجتمع.